بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعطيكم الصحة والعافية. نتحدث في مقطع اليوم عن كيفية إنشاء مجموعات للطلاب داخل تطبيق تيمز. فلو أراد المعلم توزيع طلابه إلى مجموعات صغيرة لعمل درس تعاوني أو كي يتناقشوا حول موضوع معين ضمن مجموعات صغيرة، وبعدها ينضم الجميع للمجموعة الرئيسية، يمكن القيام بذلك داخل تطبيق تيمز. فما هي الطريقة؟ بداية يجب القيام ببعض الخطوات البسيطة قبل عمل المجموعات. فبالدخول على صفحة الفصل الرئيسية نقوم بإنشاء قنوات مستقلة باسم المجموعات داخل الفصل الرئيسي. فعلى سبيل المثال اسم الفصل الرئيسي هنا English Club، فنقوم بالضغط على النقاط الثلاث الموجودة بجانب الاسم ونختار إضافة قناة أو Add Channel. ستفتح إعدادات القناة، فنقوم بتسمية القناة باسم المجموعة المرادة. فعلى سبيل المثال مجموعة المبدعين، مجموعة المبتكرين، أو المجموعة الأولى أو Group 1 وهكذا. فنقوم بتسمية المجموعة الأولى على سبيل المثال Group 1 ونضغط Add أو إضافة. نلاحظ الآن أنه تم إنشاء مجموعة باسم Group 1 في الفصل الرئيسي English Club. وهكذا نقوم بإضافة عدد المجموعات المراد إنشائها بنفس الطريقة. فلو أردنا إنشاء 4 مجموعات نقوم بالطريقة عينها 4 مرات. قمنا الآن على سبيل المثال بإنشاء 4 مجموعات Group 1, Group 2, Group 3 and Group 4، أو بأي مسميات ترغب في تسمية هذه المجموعات. فبالضغط على اسم المجموعة ستفتح لنا صفحة المجموعة الرئيسية، ونلاحظ وجود أيقونة Meet أو الاجتماع. فلو أراد المعلم تقسيم طلابه على هذه المجموعات الأربع، يقوم بإخبار كل طالب باسم مجموعته مسبقا، ويقوم المعلم بالدخول على هذه المجموعات وبدء الاجتماع في كل منها. فعند الضغط على المجموعة الأولى على سبيل المثال سنجد وجود أيقونة Meet أو الاجتماع الآن. فعند الضغط عليها نبدأ الاجتماع، ولبدء الاجتماع في المجموعة الأخرى نقوم بالضغط على الفرق أو Teams، ونذهب إلى المجموعة الثانية وأيضا نضغط على اجتماع، ولبدء الاجتماع في المجموعة الثالثة بنفس الطريقة نذهب إلى الفرق ونبدأ الاجتماع، نضغط على المجموعة الثالثة ونضغط اجتماع، وكذلك المجموعة الرابعة. فبعد بدء الاجتماع في المجموعات الأربع نقوم بإخبار الطلاب بالانضمام لكل على حسب اسم مجموعته. فلو كان الطالب أحمد على سبيل المثال في المجموعة الأولى، يقوم بالدخول على المجموعة الأولى والانضمام إلى الاجتماع. فبعد دخول الطلاب لصفحة الفصل الرئيسية سيجدوا اسم المجموعات موجودة في هذا الفصل، وبجانب اسم كل مجموعة علامة بدء الاجتماع. فلو كان الطالب أحمد على سبيل المثال في المجموعة الأولى، يقوم بالضغط على Group 1 أو المجموعة الأولى، سيلاحظ وجود رابط الاجتماع، يقوم بالضغط على انضمام أو جوين وينضم إلى مجموعته. ولو كان الطالب علي على سبيل المثال في المجموعة الثانية، يقوم بالدخول على صفحة الفصل الرئيسية ويضغط على المجموعة الثانية أو Group 2، وأيضا سيلاحظ وجود رابط للاجتماع، يقوم بالضغط على جوين أو انضمام وسينضم علي إلى المجموعة الثانية، وهكذا بقية الطلاب. ويمكن للمعلم تحديد وقت لكل مجموعة لإنهاء التمرين أو إنهاء المناقشة. فعلى سبيل المثال يطلب منهم بعد 5 دقائق الخروج من المجموعة والانضمام للمجموعة الرئيسية في صفحة الفصل الرئيسي. وكذلك يمكن للمعلم الدخول على المجموعات الأربع والتأكد من سير عملية التعلم وسير عملية النشاط. نلاحظ 4 مجموعات موجودة. فعلى سبيل المثال المعلم الآن في المجموعة الرابعة، فبمجرد الضغط على اسم المجموعة سينضم المعلم إلى هذه المجموعة، ويمكنه مشاركة الطلاب وتقديم المساعدة في حال احتاج إليها الطلاب. فلو أراد المعلم على سبيل المثال انتقال لمجموعة أخرى، على سبيل المثال المجموعة الأولى أو Group 1، يقوم بالضغط على زر التشغيل وينتقل للمجموعة الأولى. ولو أراد انتقال لمجموعة أخرى بنفس الطريقة يضغط على زر التشغيل في المجموعة وسينضم المعلم لهذه المجموعة. ولو أراد المعلم إنهاء الاجتماعات في هذه المجموعات الأربع، يقوم بالدخول على المجموعة ويضغط على النقاط الثلاث وينهي الاجتماع. وبعد انتهاء من عمل المجموعات الأربع يمكن للجميع الانضمام في صفحة الفصل الرئيسية في الاجتماع الرئيسي. يعطيكم الصحة والعافية، هذه كانت نظرة سريعة عن كيفية إنشاء فرق داخل تطبيق تيمز لعمل درس تعاوني أو حلقات نقاش أو عصف ذهني بين الطلاب داخل مجموعات صغيرة. نشوفكم إن شاء الله في مقاطع ثانية، ودمتم بخير.